لسه مكمل معاك يا ابطال الجريد 4 في الكونكت بلس، والنهارده احنا هنعمل ريفيو على الناونز اللي احنا خدناها السيشن اللي كان من شويه. هنا هو بيقول لي اي سو وان، يا مستر خلي بالك ان وان ده اهي بتشير ان اللي جنبيها سنجلر مفرد، صح؟ المفرد ده فيه علامه مميزه ليه، يا ترى هختار جوز ولا جيس ولا اجوز؟ تعال نشوف ميركل تختاري مين. لو انت اخترت الحاجه المفرد من غير الا والان الجمله دي غلط، يبقى المفرد لازما قبليه يبقى فيه مين؟ او ان. هنختار اني واحده يا فندم؟ جوز ولا جيس ولا اجوز؟ اجوز. يبقى لازما يبقى فيها مين؟ ا. هقول له اجوز، يبقى اول واحده مين؟ اجوز. هات لي ملك. There are four men ولا من ولا child in my family. احنا قلنا يا ملك اي عدد اكتر من الوان يبقى كتير بلولر. طب انا عايز اقول كتير، اقول من رجل ولا من رجال ولا child طفل؟ من. عسل، يبقى من اللي هي الرجال. هات لي ياسين. We have some animal. احنا قلنا some ده هي مستر لازما معلومة جديدة اهي، some يجي بعديها حاجات جمع او حاجات ما بتتعدش، يبقى سام يجي بعدها حاجه من الاثنين. ما ينفعش اقول سام بن بعد القلم او سام بنسل، ما ينفعش بعد القلم الرصاص لا، لكن اقول بعض الاقلام بعض الماء، يبقى كلمه سام يجي بعدها حاجتين، يا اما حاجه ما بتتجمعش يا اما حاجات كتير. هنا بقى بيقول لك سام انيمال ولا انيمالز ولا ان انيمال؟ عايش، يبقى سام انيمالز. هات اللي بعديها. ذير از اور هاف ا كات. لا مروان ما يحلش ده، مروان يجيب له سؤال صعب شويه عشان هو بيرخم على المستر. يلا يا محمد. There is ولا are ولا have a cat in the streets؟ There are. الكات ده هي تاخد تديها ار، جميله قوي. ازاي بقى الكات دي نديها ار؟ تاخد ايس. ايوه كده، فوق. وخلي بالك ان زير ده هي مش هيجي معاها ام خالص، ما بتلعبش معاها ام. زير بيجي معاها اربع حاجات، فور ثينجز، لا اما از وار في البريزنت، لا اما وز وير في الباست. جدع يا مروان يا صديق الطفوله. طيب يلا يا ميركل. ماي مام هاز تو. في تو، تو دي سنجلر ولا بلولر؟ ايه بقى العلامه اللي بتقول ان ده بلولر؟ اني واحده فيهم البلولر؟ بالشبه كده، عسل. يلا يا جيمي. ماي داد، انا دي انا حليتها في الفيديو اللي فات صح، ساعه ما قلت كده هو ماي، اكتب معايا my dad has، انا كده نزلت اول كلمتين صح كده، my dad has صح كده، وهو عايز كلمة 3 اكتب له 3 وبدل child اكتب له children. سهلة يا شباب؟ عاش، الله ينور. children هي هي زي اللي فوق بس احط لها ren، child اكتبها زي ما هي بس احط لها ار اي ان يا شباب. طيب تعال نشوف جيمي. يلا يا جيمي. ذا جوز از سويمنج، عايز يستخدم ار. ار دي هتتحط مكان مين؟ عسل، يبقى ار هتتحط مكان از. لما ار تيجي تقول لي جوز دي انت مفرده، انا عايز الجمع بتاعك، هتغير الاثنين قول مين؟ دي دبل اي. جدع يا جيمي. ذا جيس، هتغيري بدل جوز الاثنين او دبل، هخليها جيس. اسرع شويه. طيب وهنا هو سويمنج هتنزل زي ما هي. تعال نشوف مروان صديق الطفوله. I ate a tomato for lunch. سم ده هي تتحط قبل مين؟ قبل توميتو. طيب انت قلت لي من شويه ان سم دي يا مروان بيجي بعدها سنجلر ولا البلولر؟ يبقى توميتو دي المفروض تبقى ايه؟ عاش. وكل الجملة نازلة زي ما هي. I ate some tomatoes for lunch. طيب تعال نشوف دي يا شباب. نمبر 4. There are some people in the room. هنا هو إز هتتحط مكان مين؟ هتتحط مكان مين؟ مش سامع. طيب إز بتيجي مع سم؟ ما إز ما بيجيش مع صم، احنا قلنا صم بتيجي مع البلولر، يبقى صم دي اتشالت. طب البيبل ده السنجلر بتاعه يا مروان؟ عسل، يبقى هنا هو زيرز ايه؟ ابيرسون. طب والباقي كله نازل زي ما هو، هبدا بزير وهنا هو اقول له ان ذا روم.
تعال نشوف نمبر 5 معايا. There is a woman and a baby in the park. ودي انا هسيبها لك كده ومش هحلها، هسيبها لك كده تبدا ايه تحلها دلوقتي، وممكن تحطها لي في الكومنتس او في التعليقات. طيب انا سبت بريك شويه، وطبعا جيت لي صحابي هنا حلينها لي اهو، قالوا لي بدل there is خليك معايا هنا there are women، قالوا لي بدل a woman قالوا women، وبيبي عملوها babies، ودي كده صح. طيب هات البيج اللي بعديها كده وتعالى نبص عليها في 135. بيقول لي هنا طبعا اول حاجه لما تيجي تحل الديالوج ركز معايا هنا وسيب اي حاجه في ايديك، علشان السنه الجايه الديالوج ده مش هيجيب لك اختيارات فوق، هيقول لك انت اللي جاوب بقى براحتك كده. فطبعا هنا لازم اقرا الديالوج كله. الديالوج بيقول لي هالو زياد وير دو يو لايف؟ اي لايف ان واتس يور داتس هيزا وات داز هي جرو هي جروز and opportunities. مين قال الدور يحل؟ طيب هنا بيقول لي I live in، انا عايز له مكان، المكان اللي هو village، انا بعيش في القريه، طبعا ده صح. What's your dad's؟ هنا انا بقول له dad job، الوظيفه بتاعت باباك ايه؟ He is a، الوحيد الوظيفه هنا اللي هي farmer، صح كده. بعد كده what does he grow؟ الحاجه اللي بتتاكل هنا هي tomatoes، عايش. طيب مين اللي حله؟ عاش، الله ينور. طب تعالى نبص لمحمد كده نشوف محمد هيحل لنا دي ازاي. There are six sheep ولا six a sheep ولا six a buffalo؟ انا عايز، برافو عليك، عايز حاجه بلولر، فانا هختار له هنا مين؟ sheep. طيب يلا يا جيمي، I have one brothers ولا brother ولا sisters؟ brother. يلا يا ميركل، هاو ميني؟ احنا قلنا هاو ميني بيجي بعدها بلولر، جمع. يا ترى بيبل ولا بيرسون ولا مان هو اللي بلولر؟ بيبل. عاش. يلا يا ملك، ماي انكل هاز فور، احنا قلنا فور دي بيجي بعدها جمع، غير الوان بيجيب جمع. تشايلد ولا تشيلد ولا تشيلدرن ولا تشايلد؟ طبعا اللي اولها ادي خلاص دي مفرد مش هينفع نختارها. هقول تشايلد ولا تشيلدرن؟ تشيلدرن. عاش، هقول له تشيلدرن. يلا يا سين، ذير، وهنا هو في ادونكي حمار واحد، انا عرفت منين ان هو حمار واحد؟ عشان الاو ما فيهوش اس. از، عاش. يلا يا محمد، ذيز ار بيبي ولا ابيبي ولا بيبيز؟ بيبي. يلا يا جيمي، اي هاف تو، تاخد مين؟ عاش، تاخد سيسترز. يلا يا جيمي، ذير ار سيفن، تاخد مين؟ علي الصوت شوية عشان الناس تسمع. عاش، محدش يجاوب في دول غيره. يلا يا جمال، ماي مام بوت فور جوز ولا جيس ولا اجوز؟ طبعا اللي اولها ادي جمع مفرد ما تنفعش. جيس. عايزاه، ماشي. كلمة ار تاخد مين؟ بافالو ولا ابافالو ولا بافالوز؟ عاش. طبعا دول هسيبهم لك ك اتش دبليو، يا ريت تعملهم وتبقى تبعتهم لي. ثانك يو اند جود باي.